في حوار مثير يجمع عمالقة الأدب والفلسفة، يقول فرناندو بيسوا: أنا لا شيء ولن أكون أي شيء، ولم أكن أريد أن أكون شيئا. بعيدا عن ذلك كله، كل أحلام العالم في داخلي. بعد صمت قصير قال هاروكي موراكامي: أتدري، ولا مرة في حياتي حصلت على شيء أريده فعلا، ولا مرة. هل تصدق؟ لا يمكنك أن تفهم معنى العيش هكذا، ما إن تعتاد حياة لا تحصل فيها أبدا على أي شيء تريده، حتى تفقد القدرة على معرفة ما تريد. وأضاف بوكوفسكي: أما أنا فقد فاوضت ورضيت باللا شيء، إنه نوع من عدم الوجود، ولقد قبلت به. كل ما أردته فعلا هو مساحة ناعمة وضبابية لأعيش فيها، وأن أترك وحيدا، ليرد تشيخوف بحزن. وأنا لم أحب في حياتي ولا مرة. كم كنت أحلم بالحب، أحلم فيه منذ زمن أيام وليالي، ولكن روحي كبيانو ثمين مغلق ومفتاحه مفقود. وأضاف سيوران بعدميته المعهودة: أشعر بأني أموت من الوحدة، من الحب، من اليأس، من البغض، من كل ما يهبه لي هذا العالم. أشعر بأن حياتي تسحق بداخلي من الحدة الزائدة، من اختلال التوازن المبالغ فيه. بعد أن سمعه دوستويفسكي قال متأسفا: لم يكن مجنونا، كان إنسانا يتألم ألما رهيبا،